ما هي أبرز التحركات سيرا نحو الإضراب العام الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس؟ نعم، جلسة الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الجلسة التفاوضية التي جمعته بالحكومة لم تثمر عن اتفاق بين الطرفين، وبالتالي فشل هذه المفاوضات، يعني أن الإضراب ما زال قائما بعد غد الخميس. الاتحاد العام التونسي للشغل دعا منظوره إلى التعبئة، إلى رص الصفوف لإنجاح هذا الموعد النضالي على حد تعبيره. لكن اللافت هو تصريح جاء مساء صباح هذا اليوم من الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي، الذي قال إن هذه الجلسة، جلسة المفاوضات، كانت فاشلة، وصفها بالمهزلة، وقال إنها لم تكن جدية مع الطرف الحكومي، وقال إن هناك تضاربا في يعني الفريق المفاوض للحكومة، حيث تم التراجع على بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها، ووصف الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي أو تعتزم الحكومة القيام بها بأنها إصلاحات تدمر المؤسسات التونسية وتفقر الطبقة الاجتماعية والطبقة الفقيرة، وبالتالي يبدو أن هناك يعني فتور غير مسبوق في العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الحكومي. هذا الإضراب له عناوين اقتصادية، لكن السياق السياسي الذي يأتي فيه يجعل من مطالبه الاجتماعية ذات أبعاد سياسية، باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض أو رفض بشكل قاطع المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لصياغة دستور جديد. قال الاتحاد أن هذا الحوار هو حوار صوري، حوار شكلي، نتائجه محددة مسبقا، وبالتالي لم يشاركوا فيه. ومنذ ذلك التصريح ومنذ ذلك الإعلان للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن عدم مشاركته في الحوار، بدت العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئاسة تشهد حالة من الفتور أو شبه القطيعة بين الطرفين النقبي والحكومي والسلطة بشكل عام. نعم وسام، الاتحاد يواصل الدعوة للتعبئة من أجل إنجاح هذا الإضراب، إلى أي مدى يتفاعل حاليا موظفو القطاع العمومي مع الدعوات لهذا الإضراب يوم الخميس؟ بالفعل الاتحاد العام التونسي للشغل يشن أو يقوم منذ فترة بسلسلة من الاجتماعات الشعبية والعملية والتجمعات النقبية في كل الولايات لإنجاح هذا الموعد النضالي كما يصفه الاتحاد العام التونسي للشغل. الأمين العام نور الدين الطبوبي تحدث يوم أمس من المونستير أن نسبة النجاح الإضراب ستكون نسبة عالية وستكون بمشاركة واسعة في أكثر من 150 مؤسسة دعا أو سيشملها هذا الإضراب العام في القطاع العمومي، الذي سيشمل كذلك قطاع الطيران، أي الطائرات أو المطارات التونسية. وبالتالي هذا الإضراب سيشل بشكل كبير مرافق حيوية واقتصادية مهمة، وسيشكل تحديا بالنسبة للحكومة في كيفية التعاطي مع ملفات اجتماعية واقتصادية حارقة، ومع مطالب ملحة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدافع بشكل كبير عن حقوق العمال وعن حقوق الموظفين، ويقول أن المقدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولا بد من مراجعتها، ولا بد من تعديل الرواتب والزيادة في الأجور. بالتالي نحن إزاء حالة من يعني التعبئة يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاح هذا الإضراب، وبالتالي نجاح هذا الإضراب سيكون له ما بعده، باعتبار أن الاتحاد العام التونسي للشغل يقول إنه سيواصل تحركاته التصعيدية واحتجاجاته للدفاع عن منظوره والدفاع عن حقوق العمال. نعم وسام الدعاسي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا.